تحية للرائعة منى مجدي، والتحية لهذا الجمال صباحا، والتحية لهذا الوطن بكل هذا التنوع الذي يشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. ودائما كل هذه المساحات نحتفي بها صباحا، كما نحتفي بجوانب يمكن أن تكون هي دعم للاقتصاد السوداني. وعندما أتحدث عن الاقتصاد السوداني تبقى الزراعة هي الرافد الأعظم للاقتصاد، والتي نتمنى الرقي بها وصولا للربعة والإنتاج، وأن يكون الاقتصاد السوداني يعني فيه جوانب مختلفة للرقي. ودائما من خلال الصباح أيضا نفتح النوافذ على الأحداث المختلفة. في 20 من هذا الشهر بالتأكيد ينعقد ملتقى السودان الزراعي الثالث. للحديث حول هذا الملتقى سعداء أن يكون معنا الأستاذ زهير عثمان، مسؤول الإعلام للجنة المنظمة لهذا الملتقى. مرحب بك وصباحك خير. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالمستمعين. في البداية أنا شاكر جدا لقناة الشروق في أنها بتحتفي معنا بانطلاقة الملتقى الزراعي الثالث. طبعا الملتقى في مجمله هو زي ما بقولوا جهد متكامل، فيه البحث العلمي، فيه العملية بتاعت عرض المشكلات وحلولها، بالإضافة إلى الدعم الرسمي من وزارة الزراعة والغابات الرسمية. صحيح، وبالتأكيد نحن في حوجة كبيرة لهذه الملتقيات لجوانب مختلفة للإطلاع على البحوث المختلفة وإنزالها واقعا وغيرها. ولكن خلينا بداية نتحدث عن أهم الأهداف لهذا الملتقى. أهم الأهداف لهذا الملتقى هو جمع شركاء العملية الزراعية، زراع وباحثين ورجال أعمال ومستثمرين وكذلك الرسميين، لوضع سياسات وحل للمشكلات القائمة الآن في القطاع الزراعي. من أهم مشكلات القطاع الزراعي الآن هي المسألة بتاعت التمويل وكذلك إعصار المزارعين. دي أهم محور من محاور هذا الملتقى، سوف نفرد لها زي ما بقولوا ساعات طوال في النقاش، وسوف تقدم ورقتان، ورقة من البنك المركزي بشراكة مع البنك الزراعي، والورقة الثانية سوف تكون من ديوان الزكاة اللي هو بيحمي الزارعين المقترضين من البنوك في العملية بتاعت الإعصار. المسألة المهمة جدا، التمويل الزراعي يعاني الآن من بعض الإشكالات. يعني أنت ما بتمول مزارع اللي يكون مالك الأرض، وما بتمول شركة زراعية اللي يكون عندها رأس مال قوي. فهذا في صغار الزراع، وفي تجارب رائدة جدا في تمويل صغار الزراع كانت في تجربة ريادة الأعمال مع البنك الأفريقي، فعلا استفادوا منها شباب زراعيين وأنتجوا وكانوا في منتهى زي ما يقولوا الإنتاجية الرائعة، وفي منتهى التمثيل الجيد للمزارع السوداني وللمنتجات الزراعية السودانية. صحيح، ويمكن هو موضوع المشروعات الصغيرة أصبح العالم جميعا في حديث ريادة الأعمال هو متكئ عليها في الجانب الاقتصادي. فخلينا برضو يعني من خلال هذا الحديث عن هذا الملتقى والأوراق المقدمة من خلاله، غير موضوع المشروعات وتمويل هذه المشروعات، بالتأكيد هنالك حوجة أيضا لجوانب مختلفة البحثية، الجوانب التقنية والتطور التقني، وده يمكن كان عندنا مشكلات كبيرة فيه. طيب، في ورقة حتتكلم عن التقانات الزراعية الجديدة. والتقانات الزراعية الجديدة الآن تعددت في العملية بتاعت الري، أم كان في مسألة البذور أو كان في مسألة عملية صناعة البذور نفسها. فهناك أوراق سوف تقدم في التقانات الزراعية الجديدة. الورقة الثالثة سوف تتكلم بطريقة جديدة عن دور المنتجات الزراعية وكيفية تصديرها ومشاكلها التسويقية. الملتقى سوف يكون متكامل في رؤيته وفي دعمه للجهود بتاعة المجتمع، مجتمع رجال الأعمال الزراعيين والمستثمرين الزراعيين وكذلك صغار الزراع. سوف نقود المحاور الثلاثة دي على أساس أنه نطلع من خلال المشكلات المعروضة ومن خلال الحلول اللي بيقدموها لنا البحث، بحيث أنه نقدم زي ما بيقولوا رؤية متكاملة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي وتسويقه وعملية إصهار المنتج السوداني بهوية جديدة، هو أنه يكون مقبول عالميا وإقليميا. صح، ويمكن هي أيضا مشكلات دائما في حديثنا عن المنتج السوداني وفي تصدير المنتج السوداني وتقديمه للآخر، في الحديث عن المنتج الخام وموضوع الصناعات التحويلية وغيرها، ممكن يعني هي تكون في جوانب مختلفة لوجود مثلا زيادة في الاقتصاد الزراعي، فوجود هذا الجانب من خلال الملتقى.
بالنسبة لنا زراعة كم متكامل؟ يعني انت لما نتكلم عن الزراعة بنتكلم عن الري، بنتكلم عن البذور، بنتكلم عن عملية الحصاد، بنتكلم عن عملية التمويل، بنتكلم عن الخدمات المصاحبة لها. المسألة الزراعية مسألة ضخمة جدا، يعني بالنسبة للمتابع لشأن الزراعي يمكن ان احنا قطعنا في اشواط، ان احنا نزرع وعندنا الري وعندنا الحصاد وعندنا معدات الحصاد، بالإضافة المشاكلنا الآن متركزة في حاجتين، هي المسألة بتاعت المنتج الزراعي وكيفية تسويقه وعملية تطويره لكي يكون له حضور قوي ويقدر ينافس في الأسواق العالمية. ده التحدي الوحيد اللي احنا بنواجهه، لكن العملية الزراعية عملية ضخمة ومتكاملة في كل اتجاهاته وفي كل مشاربه وفي كل مساراته. لكن التطور زي ما ذكرت يعني فهم انه الصناعات التحويليه جانب اخر لوجود التقنيات التي ذكرنا، ويمكن هو عندنا مشكلات كانت في موضوع التقنيات، لانه يعني موضوع انه السودان ووصول هذه التقنيات للسودان وغيرها قد تكون فيها جوانب مختلفه، هل هذا الافق اصبح مفتوحا الان؟ هل يمكن ان يناقش ذلك من خلال الملتقى في وصول لحلول؟ نحن في المساله بتاعت الصناعه التحويليه افردنا لها جانب بسيط، انه بالنسبه للصناعه التحويليه ان احنا ما تكلمنا عنها كصناعه، لكن تكلمنا عن التغليف، لانه التغليف ده جزء من التسويق العالمي. انت لما تغلف منتجك بطريقه راقيه ويكون له قبول وتصمم المغلف بتاعك اللي بتصدر به والمنتج يكون مبهر ويكون جاذب للمشترين، دي واحده من الاشياء المفقوده الان. ان احنا وراء انه ننظم العمليه الزراعيه، ندعمها من ناحية التمويل، ندعمها بالتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أنه منتجنا يكون منتج جدير بأنه يسوق دوليا، جدير بأنه يسوق دوليا سوف ينظم، نبدأ بهوية المنتج نفسه، نبدأ بمستوى زي ما يقولوا الإنتاجية فيه وتطويره، بالإضافة لأنه يعبأ بطريقة أكثر تحضرا وقبولا للعالم والأسواق العالمية. صحيح، يمكن الجانب في حديثنا عن الإنتاج أو حتى التسويق وغيره هي موضوع خط بيحتاج لشراكات مختلفة، إذا كان الشراكات الأكاديمية في إطار البحثي وغيره، أو حتى الشراكات بالنسبة للمنتجين وغيره، فأشكال الشراكات لهذا الملتقى وللجانب لدعم الزراعة في السودان. طبعا طبيعة الملتقى أن إحنا في النهاية زي ما بقولوا منظمين للملتقى بنجيب زي ما بقولوا المشكلات بتاعت القطاع الزراعي في كل المجالات المطروحة وفي كل مجالات القطاع الزراعي، بيجوا بحاث وأكاديميين بيقدموا الحلول، الشركات بتلتقط الحلول دي وتحولها لأعمال، بالإضافة للدعم الحكومي والتوجيه الحكومي لكي تتوافق هذه الحلول مع السياسات الرسمية في دعم الزراعة لقدام. صحيح، ففي الملتقى الناس بيجوا بيقعدوا بيناقشوا مشكلة من المشاكل، بتقدم فيها أوراق عمل، رجال الأعمال بيقوموا يلتقطوا أوراق العمل دي وبيحولوها لقطاع الأعمال لتطويرها، بل لإنجاز حلول عاجلة في القضايا دي. بالإضافة لذلك بتقوم وزارة الزراعة والغابات كراعي تقوم تقول إنه السياسات بتاعتها هل بتتوافق مع ما قدم من ناحية أكاديمية ومن ناحية تجارية، أم هذا يتجاوز هذه السياسات. وزارة الزراعة هنا ضامن لأنه مسار العملية الزراعية يكون قانوني، يكون يتمثل في خدمة الرؤية الكلية للتنمية المستدامة في بلدنا. صحيح، وجوانب مختلفة هو لإنفاذ هذه التوصيات اللي يمكن أن تخرج، شهدنا بالتأكيد يعني قبل هذه الدورة الثالثة دورتين سابقتين. نعم. فيعني الجانب للوقوف على إنفاذ التوصيات، اختلاف هذه الدورة. طيب، الدورة الأولى كانت هي من شقين، كانت معرض وكانت زي ما بقولوا حلقة أو ملتقى علمي. احنا قدرنا في الدورة الأولى نعمم الفكرة بتاعت الملتقى، وكان حضوره حضور زي ما بقولوا جيد. أما في الملتقى الثاني طبعا ده جاء بعد جائحة كورونا، فكان الحضور فيه حضور مميز جدا، وأضفنا في الملتقى الثاني مسألة بتاعت الحضور الإسفيري اللي هي كانت عندنا منصة إسفيرية بيشاركوا فيها حتى الناس اللي من خارج السودان اللي ما قادرين يجوا يعملوا معرضهم أو يجوا يقدموا أوراقهم، فكان دي قفزة وطريقة جديدة في العملية بتاعت المشاركات، لو كان من عن طريق المعارض الإسفيرية أو لو كان عن طريق تقديم الأوراق العلمية بنظام المنصات. المرة دي حتكون عندنا منصة، المرة دي حتكون عندنا منصة. خلال مسيرتنا دي أي
زي ما بقولوا بحث قديم، واي ورقه نوقشت اما حولت الى الجهه المعنيه والناس اتخذوا فيها قرار، لو كان جهه رسميه لو كان جهه اكاديميه، بالاضافه للشركات. الشركات زي ما قلت لك بتلتقط المشكلات دي وبتقدمها في حلول للاعمال مباشره، لانه من مصلحتها انها دائما تلقى حلول، وده جزء من البزنس اللي عايش عليه الشركات. بالنسبه لوزاره الزراعه دوما بتكون هي الموجه والزي ما بيقولوا الصانع المراقب والمنفذ للتوصيات للوضعيه، لانه هي عندها الرؤيه الكليه للمسار الزراعي في بلد. التوصيات التي خرجت من الدورتين السابقات يعني وجود على الارض افاده، استفدنا منهم في شيئين، عززنا بهم الدراسات الاكاديميه في جامعاتنا وكليات الزراعه السودانيه، واستفادت منهم وزاره الزراعه في انها قدمتها للمانحين، ودي حوجتها ان كانت فنيه او كانت دعم زي ما بقولوا مالي، وكان كمان طورت به الرؤيه في عمليه التمويل الزراعي في القطاع بتاع البنوك. ومن خلال هذه الدوره بالتاكيد في مجموعه من المشاركين من داخل وخارج السودان، تبادل الخبرات فيما يخص الزراعه. دعينا زي ما بقولوا المنظمات العامله، دعينا اعضاء السلك الدبلوماسي، خصوصا الدول اللي بتربطنا بها تعاون زراعي زي دوله هولندا، زي دولة البرازيل، وكذلك دعينا أخواننا المصريين ودعينا أخواننا الأثيوبيين، لأنه عندهم تجربة في زراعة البن. ونحن الآن بندرس زي ما بقولوا بتدرس كليات الزراعة في قطاع من القطاعات الزراعية في السودان إلى تطوير زراعة البن، وإنه يصبح واحد من المنتجات اللي بتزرع في السودان. صحيح، هو الارتباط بالزراعة زي ما ذكرت قد تكون هي شبكة إنتاجية ضخمة كبيرة، في الحديث عن الاستزراع السمكي، الإنتاج الحيواني وغيره ضخمة طبعا، فوجود أيضا ما يدور حول الزراعة والمنتج الزراعي من خلال الملتقى. نحن طبعا المزرعة المختلطة الآن في قطاع بسيط جدا من المستثمرين مهتم بالمزرعة المختلطة اللي بيكون فيها زراعة، بيكون فيها إنتاج حيواني لو كان مزارع بتاع الدواجن أو كان استزراع سمكي. المسألة بتتوقف على كم التمويل وقدرة المستثمر على المسألة دي، والمدرسة بتاعة المزرعة المختلطة في السودان تكاد تكون بعيدة عن رؤية المزارع البسيط أو عن رؤية المستثمر. الثقافة العامة للمنتج دي ثقافة عامة في المجتمع، لكن نحن الآن بنسوق زي ما بيقولوا تيار في أنه تكون المزرعة المختلطة حاضرة، لأنه هي جزء من التنمية المستدامة وجزء من تطوير الزراعة في بلدنا. صحيح، زي ما ذكرت يعني هذا الجانب وغيره من الجوانب اللي يمكن تكون هي يعني ما فيها تجارب في السودان، قد تحتاج للجانب ده من الرؤية التثقيفية ورفع الوعي في جانب الإنتاج الزراعي والحيواني وغيره. وجود هذا الجانب للرؤية الإرشاد والثقافة من خلال الملتقى. نحن طبعا حنفرد، طبعا أسسنا بنك معلومات بيتكلم عن ثلاثة أشياء، بيتكلم عن الخارطة بتاعت المحاصيل في السودان، كان في الزراعة المطرية والزراعة المروية أو في الزراعة الموسمية، بالإضافة لأنه أسسنا في بنك المعلومات ده الرؤية الكلية لوزارة الزراعة في تطوير بعض المحاصيل، بالإضافة إلى حوجة الأسواق لو كانت أسواق محلية أو خارجية لبعض الأصناف، وخصوصا ركزنا العام ده على البصل وضرورته على أساس أنه منتج محلي ومنتج مطلوب في السوق الإقليمي بالتحديد. وهذه المعلومات مملكة للمنتج، هي الأهم، أكيد مملكة للمنتجين ومملكة للبحاث والدارسين ومملكة لكل طلاب الجامعات والأكاديميين الموجودين في العاصمة. بالنسبة نرجع يعني ما يدور للملتقى، بالتأكيد تطلعون لمخرجات مختلفة من خلال هذا الملتقى، أهم المخرجات التي تتطلعون للخروج أهم فيها. المخرجات التي نتطلع إليها المسألة بتاعت التمويل أن تكون متاحة لكل المزارعين وخصوصا المزارعين الشباب، ويكون المبدأ أو يكون التصور القادم هو دعم زي ما بيقولوا المزارع الصغيرة والزراعات الصغيرة، لأنه من خلال تجمعات المزارعين الصغيرة والمشروعات الصغيرة سوف يقفز الإنتاج وسوف يكون أجود. بالنسبة للأمر الثاني، نحن في تقانات الزراعة أو التقانات الحديثة للزراعة جارين ولا شيئين، الري بالطريقة المحورية ودعمها بالري عن بعد ودعمها باستخدام التقنيات الحديثة لو كانت من خلال الانترنت أو لو كانت من خلال الطاقة الشمسية، ودي مسألة مهمة جدا. بالإضافة لكده نحن وراء تطوير إنتاجية كل فدان، لأنه تطوير الإنتاجية يعني زيادة في الإنتاج، يعني أنه المعروض في السوق المحلي والمعروض في السوق العالمي أو الإقليمي جيد، فده بيقلل من أسعار المحاصيل
وبل بيكون حافز في انه الناس تستثمر في قطاعات جديده. صح. هو المنتج السوداني يعني هو منتج مطلوب مميز ومطلوب، لكن مهم طرق التسويق. يعني ايضا هي لابد ان نتحدث عنها، الاوراق التي ستقدم في اطار طرق التسويق. طرق التسويق طبعا في الان مجالين في التسويق، في العمليه بتاعت التصدير المباشر، في ناس بيجوا من برا بيشتروا، في شركات كثيره مشاركه في تصدير المنتجات الزراعيه، لكن زي ما قلت لك يشوب عرض المنتج السوداني الزراعي بعض المشكلات، اهمها طريقه عرضه، اهمها هو كمنتج لا زال فاقد للهويه، لابد من تاسيس هويه له، الامر الاهم جدا العمليه بتاع تغليفه على اساس انه يكون له حضور ويكون منافس للمنتجات الاخرى في نفس القطاعات، دي مساله مهمه جدا، ده احنا وراها اتكلمنا عن هويه المنتج في الملتقى الاول، اتكلمنا عن طريقه التغليف في الملتقى الثاني، الان سوف نتكلم عن حضور المنتج في المنطقه الاقليميه وكيفيه عمليه تسويقه بالمعايير الجديده، بالدكاكين الالكترونيه، بالعمليه بتاعت التسويق المباشر، بالعمليه بتاعت التبادل المالي بيننا وبين الدول الصديقه والجاره. الإعداد حتى الآن للملتقى، يعني اليوم نتحدث عن أن الملتقى يوم 20 فبراير، بالتأكيد جوانب مختلفة للإعداد وصولا لانطلاق هذا الملتقى. ما تتخيل الجهد اللي بذل، يعني معنا زملاء ومتطوعين وكمان أخواننا في وزارة الزراعة قدموا جهد رائع جدا جدا، ونحن بالمقابل المسألة هي في النهاية هي جهد وطني يقدم لشعب السودان من أجل نهضة الزراعة. المسألة دي لا فيها ربحية ولا فيها مسألة بتاعت إنه الناس عايزة تتسيد الموقف، بل ده جهد متكامل فيه أكاديميين، فيه متطوعين، فيه بحاث زراعيين، فيه رقابة رسمية، بالإضافة لدور القطاع بتاع المصارف والبنوك وقطاع الزكاة لكي يدفع بالعملية الزراعية لمرحلة جديدة ولانطلاقة جديدة. لكن ما تتخيلي كمية الجهد المبذول، الجهد اللي بذل في كتابة الأوراق، الجهد اللي بذل في دعوة الناس وعملية الحشد لهذا الملتقى، جهد كان فعلا زي ما بقولوا جهد المقل. يعني نحن نتمنى انه يعني تكلل هذه الجهود بالنجاح، وانه نشهد مخرجات ترتقي بالقطاع الزراعي لهذا الملتقى، وان نرى هذه التوصيات ايضا واقعا في الحياة الاقتصادية السودانية. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم. واحب انوه انه بكره نحن الساعة 12 في مقر الملتقى في وسط الخرطوم سوف يكون هناك مؤتمر صحفي لكل الوسائط الإعلامية على أساس أنه يجوا ويسمعوا أكثر ويساعدونا في دفع زي ما بقولوا العجلة الزراعية وإشهار هذا الملتقى بالثوب القشيب اللي نتمناه. وتبقى شكراً لها الزراعة هي الرافد الأعظم للاقتصاد في السودان. شكرا جزيلا أستاذ زهير عثمان، مسؤول اللجنة المنظمة لملتقى السودان الزراعي 3.